مشاهدي راح نبلش بجمال المظهر اللي طبعا ما يتحقق الا من خلال جمال اسناننا، عشان شي لابد من الاهتمام بالاسنان، مو بس اسناننا فقط، اسنان اطفالنا، واللي اكيد اليوم راح نحصل عليه من كيدز سمايل. ونرحب ضيوفنا بالاستوديو. نبلش طبعا مع الدكتور محمد دشي، طبيب اسنان العائله والطفل. ونمسي عليك، مساك الله بالخير. مساء النور، ونمسي على مشاهدين قناه الراي بالنور. يا هلا فيك دكتور. وبعد نمسي ايضا على الدكتوره المميزه الدكتوره نهى مصطفى، طبيب جراحه وتجميل الاسنان. مساك الله بالخير. مساء النور، اهلا وسهلا. طبعا بدايه، قبل ما نبلش نقاشنا واسئلتنا والابره الذكيه والاهتمام باسنان اطفالنا، نطلع نشوف هالتقرير عن كيدز سمايل مشاهدينا، وعقبها نرد نكمل حوارنا مع ضيوفنا. مسي عليكم بالخير مره ثانيه دكتور محمد ودكتوره نهى، وسعيدين بلقائنا معاكم. والامانه خطوه جميله وخطوه ايجابيه، وهذه العيادات المميزه خصوصا اليوم الاهتمام بعالم الطفل، وعالم الطفل يعني جدا مهم وحساس بنفس الوقت. لكن ان شاء الله بتواجدكم معنا بخبرتكم في هذا المجال، اعتقد الان اصبح علاج الاسنان للطفل بسيط وسهل ان شاء الله. فراح ننطلق معاك اليوم دكتور محمد في هذه البدايه، شنو هي قصه كيدز سمايل؟ قول لنا هالقصه. ان شاء الله عشان نعرف شنو قصة كيدز سمايل لازم نعرف من وين جت الفكرة. فاساسا انطلقت الفكرة، قعدت انا مع اخواني دكتور بدر كرم ودكتور يوسف شهاب، قعدنا نفكر شنسوي. فلو تلاحظ انت اكثر العيادات والمراكز الطبية شنو تركيزها؟ على ابتسامة هوليود. صحيح. على علاج الكبار. نعم. فاحنا كذي شفنا ان الاطفال متناسينهم، ما حد جاي يذكر الاطفال، وهم اهم شيء. وهم اهم شيء بعد، اكيد ماكو احلى من ضحكه الاطفال. هي الضحكه صحيح، ابتسامتهم الحقيقيه. ايه، على احلى من الضحكه الهوليووديه واللي شبهها كلهم. نعم. فاهتميتم بهالمجال. فاهتمينا بهالمجال، فكرنا. فاخر شيء قلنا يعني انسب شيء ان نوفر عياده تخدم عيالنا، نوفر لهم جو الوناسه وجو المرح، بحيث إن يحبون طبيب الأسنان، ونشيل منهم الرهبة والخوف وكل هالأمور. فالحمد لله توفقنا، وكانت انطلاقة كيدز سمايل بالجابرية. كم سنة تقريبا صار لها 5 سنين. ما شاء الله. وقدرتوا فعلا تكسرون هذا الحاجز الخوف والرهبة عند الطفل. الحمد لله الحين عندنا من عيالنا اصلا اللي عالجناهم، اللي كانوا صغار الحين صاروا كبار ويكملون ويانا. نعم. خلاص، هذا خلانا شوي نفكر بشغلات ثانية على نطاق أوسع يعني. نعم طبعا، هو مجهود كبير. يمكن أنتوا تعانون مع بالتعامل مع الأطفال، مو أي دكتور لما واحد يودي ولده ولا بنته، لا إحنا ما نستقبل ياها، روحوا عيادة خاصة حق الأطفال. بس أنا ودي أتكلم عن جزئية ثانية اللي هي الليزر. طبعا متعرف عليه الليزر حق اليلد، حق يمكن الشعر،
حق العيون ممكن، بس حق الأسنان شنو العلاج اللي عالجه الليزر؟ أوكي، الليزر هو أحدث حاجة في طب الأسنان. في أنواع ليزر كتير، اللي عندنا في كيدز سمايل هو أحدث حاجة اللي فيه كل المواصفات، بيعالج الأسنان واللسة، بنستعمله في علاجات الأسنان زي حشو الأسنان، في علاجات اللسة زي قص اللسة، توريد اللسة. أهم ما يميز جهاز الليزر إنه إحنا مش محتاج إن إحنا ندي بنج في 90% من الحالات، ودي أكتر حاجة الناس بتخاف منها. يعني ما في ألم قصدي؟ ما فيش ألم، ما فيش إبرة بنج، لأن الناس كلها بتيجي على العيادة إنه خايفة من إبرة البنج، أول حاجة الدكتور بيعملها بيدي بنج. فجهاز الليزر في 90% من الحالات بيخلينا نستغنى عن القصة دي. مفيش ألم، دي أهم حاجة. بيقلل فترة العلاج، بدل ما يجي كذا زيارة بيجي زيارة واحدة بس بنخلص له فيها كل العملية. في العمليات الجراحية مفيش، ما بنستخدمش مشرط، ما بنستخدمش خيوط، ودي حاجة جديدة، لأنه في الطرق التقليدية بنفتح الجرح بالمشرط، بنضطر إن احنا نخيط، العيان يجي يفك الغرز and so on. بس دلوقتي بالليزر موضوع بقى very simple بالنسبة للعيان وبالنسبة للطبيب في نفس الوقت. نعم شيء جميل الصراحة، كل المميزات عندكم، لا أبربنج، لا خياطة، لا جراحة. يعني انت متصور الموضوع، يعني العملية اللي كانت تصير بصورة وخصوصا الووتر، كانت الووتر شنو هذا الووتر؟ كانت الووتر ليزر، يعني اقول بكل بساطة، يعني مثلا كان العملية اللي كانت تصير بساعة الحين قامت تصير بخمس دقائق. شنو العمليات هذه؟ عمليات نفس توريد اللثة، قص اللثة، توريد اللثة تغيير لون، اللي هو من لون القامش للوردي من خلال قص اللثة، هذا كله صار بخمس دقائق، يعني شيء بسيط ومن غير ألم، ويلتئم الجرح بنفس الوقت ومن غير بنج. دكتور أعتقد أن هذه الأمور ما قدرتوا توصلون لها، لأكيد في خبرة موجودة من دكاترة مثلكم متواجدين في هذه العيادة وزملائكم موجودين في هذه العيادة. أيه، أكيد عندكم خبرة طويلة في هذا المجال، عندكم أجهزة وتقنية حديثة تساعدكم في هذا الموضوع. طبعا كلامك عدل، هذا شيء ضروري، زاد الطفرة اللي صارت بطب الأسنان، هذه الأجهزة كلها وغيرها من الأجهزة اللي متوفرة عندكم، متوفرة عندنا. أيه، والطاقم الطبي المساعد كلهم عن خبرته ودوراته، كلهم متخصصين، يعني عندنا التقويم، عندنا الأطفال، عندنا العلاج العصب، عندنا قسم الجراحة، عندنا قسم اللثة، كلهم موجودين. نعم، خدمتكم. يا شيء عجيب غريب. أنا أبيك تأكدين حق الناس وتركزين على دكتورنا على موضوع من غير بنج ومن غير كذا، شو راح يتم العلاج؟ شو راح تعالجينه من غير لا يصير أي شيء؟ هو أهم حاجة أنه ما فيش بنج في 90% من الحالات. أوكي، العملية بتكون أبسط بكثير بالليزر، هي تقنية حديثة بالجهاز هذا، بالجهاز، والجهاز هذا هو الوحيد أنتم اللي تملكونه عندكم بالكويت كلها. ووتر ليز ده أحدث جهاز في كل المواصفات، إنه في أنواع أجهزة كتير، في أجهزة بس بتشتغل على اللسة، في أجهزة بس بتشتغل على الأسنان، ده في كل حاجة. دكتور محمد أثار الموضوع عدة تعليق، حابة أعقب الموضوع، موجود عيادات معينة، مو بكل العيادات احنا قاعد نشوفها، في عيادات معينة دكتور، يعني موجود منه بعيادات ثانية بس مو على انتشار واسع. حق أي عمر دكتور؟ يعني أنت ذكرت أن تهتمون بالأطفال، من طبعًا ضمن اختصاصاتي عادتكم للأطفال. إنزين هالليزر اللي قاعد نشوفه الحين على الشاشة، بدأنا بالأطفال بعدين توسعنا الحين، يعني أنت والكبار والصغار، لكن هالليزر اللي قاعد نشوفه اللي ممكن علاجه مثل ما ذكرت الدكتور، أنه بدل ما يجي المريض أكثر من مرة، جلسة واحدة ممكن خلاص تنتهي المشكلة عنده. فهل العلاج هذا للأطفال أيضا الليزر؟ الأطفال موجود هالعلاج حقهم بس يعني بنسبة أقل، يعني بالكبار العمليات هذه منتشرة أكثر. شون علاج حشوة الأسنان بالليزر؟ في الحشوات الوقائية نقدر نسويها حق الأطفال بجهاز الليزر هذا. نعم، اللي هو من غير ما نستخدم الدرل، بالجهاز نفسه هذا نسوي الحشوات الوقائية نجهزها. يعني تسلط الليزر على أعراض جانبية ما في؟ ما لها أعراض جانبية. إيه؟ دكتورنا شون تسيطرين على الأطفال؟ الطفل وين شو تسيطرون عليه؟ يعني أكيد بيصارخ بيبكي، لا وما بي، وشو تقولون؟ طبعاً هني لازم الواحد شوي تجلى عنكم. إيه، الواحد لازم شوي هني يصير مع الأطفال، ينزل لمستوى تفكيرهم ويلعب معاهم، يعني لدرجة إنه يغني لهم. غنيت لهم يعني؟ عيالنا بعد يستعملون. يعني يحبون الهدايا دكتورة ودكتور، فيعني هم تستعملون يعني معاهم، تستخدمون يعني جانب المفاجأة، إنه بنعطيك هدية ستيكر، ولا هالأسلوب اللي قاعد أشوفه عند بعض العيادات؟ مزبوط أكيد. في بعدين إحنا كيدز سمايل، that's why إحنا كيدز سمايل، لأنه إحنا متخصصين في الأطفال، زي ما قلتي في الأول إنه بتودي ابنك على العيادة، فعايز حد إنه يدير باله عليه، يكون بالراحة عليه، يعمل له أحسن حاجة. فالكيدز سمايل تخصص كيدز سمايل. نعم، اسم على مسمى. اسم على مسمى. دكتور خلينا ننطلق معاك وننتقل إلى اليوم، تقول إحنا توسعنا وكبرنا ووصلتوا إلى
العائلة تقريبا خذيت العائلة في دنتل الحمد لله بفضل من رب العالمين دنتل لامب وصلتوا فيها إيه؟ طيب شنو موضوع هذا الدنتل ووصلتوا وكم عمرها اليوم؟ دنتل لاونج يعني هي كانت موجودة بحيث إن كان عندنا الأطفال على عمر 6 سنين هم تطلع لهم أسنان دائمة ومحتاجة إن علاج الكبار صحيح فهذه الدنتال لاونج الوحدة هي اللي تدعم هالعلاجات فكان مثلا التقويم المبكر التقويم المتأخر التقويم المبكر اللي هو حق تشكيل العظم الوجه يعني ساعات الفك يروح له قدام فك السفلي أو العلوي يعني بداية من 6 سنين نعم. احنا نقدر نشكل الفك انه بحيث ان العظة نضبط العظة اما الاسنان بعد ما تطلع كل الاسنان الدائمة طبعا نعم فصرتوا تاخذون الاولاد مع عوائلهم مع الاب مع الام ايه يصير فبدل تروح لاي عيادة ثانية ايه بعيادة واحدة ايه يصير الاب وياي مع عياله كلهم نعم. يتعالجون نعم. الام ياي مع عيالها هم الكل يتعالج في مكان نفس الوقت واحد. يوفر الوقت حقه صحيح ويكون مرتاح وتقدرون تضبطون مواعيدهم دكتور بالنسبه لمواعيدهم لتعطي مثلا هو عنده علاج وابنه تعطون موعد واحد طبعا في تنسيق بهالجانب يعني اذا في هلو. مثلا جلسه عسره نقول له لا يجيب اخوانه لا يجيب العيال لا ما يجون مع اخوانهم يجيب روحه مثلا اذا الجلسه حلوه شوي خفيفه كلهم يكونون موجودين عشان تشجعون نعم بالنسبه لي يعني ذكرتي دكتوره من ضمن يعني جهاز الليزر اللي هو يعني جديد وفي وايد مميزات افضل من الاجهزه القديمه ان ذكرتي ان قص الاسنان واللثه وهالاشياء فتكلمينا عن هالجزئيه هذه اوكي كثير من العلاجات الاسنان التجميليه زي الفينير زي الكراونز بنحتاج ان احنا نظبط شكل اللثه الناس لما بتيجي تضحك بتلاقي اللثه بتبان بيضايق هالموضوع ده فدي بنعمل لها عمليه اللي هي قص اللثه او تطويل الاسنان شلون تقصون اللثه ليها قواعد معينه يعني عارفه انه بنشيل جزء من اللثه عشان السنه تبقى اطول طبعا مش حاجه كده بتتعمل من غير قواعد انه ليها رولز ودي الخبره اللي اتكلم عليها اوكي فبالليزر الموضوع بيبقى اسهل بكتير انه زي ما قلت لك ما فيش بينج بعد العمليه ما فيش تورم زي الطرق التقليديه ما فيش غرز فبيكون اريح كتير للعيان وبقدر اعمل كذا سن وكل حاجه في جلسه واحده بدل ما اجيب العيان كذا اعتقد انه مش كل الوجوه اللي تنفع لها او تصلح بحكم ارشاداتكم يبي السن طويل وكذا مش حق الناس تنفع بالضبط فاكيد ارشاداتكم مو موجوده ما يناسبه المريض بيجي بنشوف ايه احسن حاجه ليه بنتشاور احنا والعيان بيكون في خطه علاجيه من الاول وبنحط له انت محتاج كذا زياره الزياره الاولى كذا الزياره الثانيه كذا بيكون العيان عارف كل حاجه قبل ما يبتدي بحيث في الاخر ياخذ احسن نتيجه يعني. دكتور محمد خلينا نتكلم اليوم كيدز سمايل مع دانتل لاونج هذه الاطفال وهذه الكبار الديكورات اللي موجوده التميز هني والتميز اللي يختلف هني تبي تقنع العائله وتبي تقنع الطفل ايش فكرتوا وين وصلتوا اختياراتكم في هذا الموضوع اكيد يعني احنا اول شيء بدينا بالاطفال قلت لك انا الاطفال هذا اللي كبروا يعني اذا صار عمره بسن الشباب 15 ل 16 ل 17 ما بيقول انا تعالجت مثلا بكيدز سمايل نعم بيقول انا تعالجت بدنتال لاونج يعني حق نفسيته حق عمره أريح ونفسيته يعني يحس انه كبر ايه؟ يحس ان هذا فيتعالج بالوحده هذه انتوا حطيتوا الامر هذا في حسبانكم كذي فكرتوا فيه لا احنا هذا عقب ضغط من الناس يعني ايه؟ اللي يقول ليش ما تفتحون فرع ممتاز ثاني مثلا ليش والله متفاعلين معاكم الناس اي الناس والله اقتراحات الناس اكثرها هذه هي اللي فادتنا بهال ممتاز. يعني اذا جاء لكم مريض واغلب العيادات انها تقول لا خلاص ياخذ موعد وينطر ويعني هو بس خلاص ان الم الضرس يمكن اللي الكل جرب الم الاسنان هاي الامرجنسي لا فيعني نعم يعني ما ينطر واحد تحت ضغط الم اسنان يعني ما تقدر تخليه طيب العيادتين اللي تميز فيهم بالضبط بين كيدز سمايل وايضا طب العائله والخاص بالعائله اللاونج كيدز سمايل الأطفال موفرين الجو اللي يستانسون فيه اللي هو الاستراحة مالتهم اللي فيها الألعاب ويلونون إنزين الدنتل سويتوا فيها الدنتل سويناها يعني على نتعالج الكبار إيه شلون الاستقبال كله غير ايه غير دنتل لاونج إيه غير عن الكيدز سمايل يعني اللي هو الريسبشن العادي وهذا كله في كل الاحتياجات متوفرة للكبار كل شيء الكبار شنو متوفر لهم كل شيء متوفر بالانتظار شنو متوفر له بحيث انه ما يحس بالملل والامور هذه كلها الانتظار قاعد يطالع التلفزيون يشرب الشاي والقهوه وكل شيء كل موجود قبل التنظيفات هذه قبل الله يدش يعني قبل التنظيفات يعني اغلب المشاكل اللي تمر عليكم يعني شائعه بين اطفالنا والكبار يعني
اوكي احنا انا يعني اغلب عادة الاسنان تشرح حق الاطفال شلون يتم عمليه تنظيف الاسنان بعد الاكل، ويمكن بعض الاطفال يمكن اهلهم ما قاعد يعلمونهم او ما يشرفون على هالموضوع، فشنو اكثر مشكله يعني تمر عليكم؟ وهذا اللي يميزنا احنا هني بكيدز سمايل، ان نركز على الجانب التوعوي اكثر من العلاج. العلاج مقدور عليه يعني بكل الاحوال مقدور عليه، بس اذا بنظل نعالج بدون لا نعلم عيالنا بدون لا نفهم المرضى ممكن يكياهل عنده عصب، فالنتيجه راح تكون سلبيه مع ان معالجين احنا صحيح، فما راح يتعلمون شيء. فدائما العلاج على الكرسي ننصح فيه احنا من الدرجه الاولى، العلاج على الكرسي هو اللي يخلي الواحد يتعلم. جميل. حق الاطفال ولا حق الكبار ايضا؟ الاثنين يشمل الاثنين. نعم. إيه؟ دكتوره نهى سبع سنوات والى الان يعني ما شاء الله اسنانها، هذه مشكله ولا ميزه؟ سبع سنوات ولا الان الاسنان يعني ما طاحت الاسنان ولا شيء؟ هو في سكجول معين الاسنان بتقع وبتطلع الاسنان الدايمه اوكي. بس انه هو يتاخر او يتقدم دي بتكون مش مشكله، المهم انه هو اول ما يبتدي يطلع عنده اسنان بيروح عند طبيب الاسنان بيكشف عليه بيعمل له اشعه بيشوف وضع الاسنان عامل ازاي وبيشوف يعني بيضل متابعه. سبع سنوات طبيعي؟ سبع سنوات عادي طبيعي الى الان لم تسقط الاسنان. صحيح ان في ناس تكبر بالسن واسنانها الى الان ما تبدلت، يسمونها الاسنان اللبنيه. بالضبط، في ناس بتكبر بيبقى عندها اسنان لبنيه لسه في بقها، بنشلها وبنعوض بدلها اسنان طبيعيه، بنصلح شكل الابتسامه. نعم. سالفه الميكروسكوب؟ ميكروسكوب برضو من الحاجات اللي بتميز الكيدز سمايل والدنتال لاونج. ميكروسكوب هو برضو من الاجهزه الحديثه في طب الاسنان، بيستعمل مينلي ان هو جهاز بيكبر الاسنان، يعني زي ميكروسكوب انه حاجه زي عدسه مكبره للاسنان. نعم. اكتر حاجه بنستعمله فيها علاج العصب، لانه العصب بيكون دقيق جدا، بيكون في حالات شويه معقده. نعم. فده بيساعد انه العلاج يتم بشكل سليم من غير اي مشاكل، والعيان ياخد احسن نتيجه في الاخر. يعني كتقنيه جديده حق علاج العصب مزبوط. بالنسبه للكبار بالنسبة يعني اول علاج العصب يمر بعده مراحل. المرحله الاولى اللي هي تنظيف مظبوط تنظيف السن العصب عقبها، وبعدين نعم. حشو العصب، بعدين ترميم السن من برا اللي ياخذ الاكثر يمكن من جلسه مزبوط. بين اسبوع واسبوع. الحين شو العلاج الجديد؟ هو الجديد مش ان هو يقلل الجلسات، هو في علاج عصب في جلسه واحده بس ليه حالات معينه. نعم. اوكي. الميكروسكوب مش الفكره ان هو بيقلل عدد الجلسات قد ما هو بيديكي في الاخر نتيجه احسن من الطرق التقليديه، ما يصير فيها التهاب لانك شايفه احسن. يعني تخيلي انت بتشتغلي حاجه مش شايفه وشغال حاجه شايفه قوي، يعني نفس الكاميرا اهو ترين تشوفين داخل السن، يحسن من جوده العلاج يعني يزيد نسبه نجاح العلاج بنسبه اكبر من اللي هي الطريقه المعتاده. نعم. دكتور محمد اذا عندك سن انت يعني مذيك ولا شيء، منو الدكتور اللي تعالج عندك؟ بعد اخواني عندك بالعياده. دكتور انا نفس الشيء بعد، كل شغلكم بالعياده. مزبوط. يعني من يقول زين دكتور محمد شنو هو الان بعد ما تفضلتوا حضرتكم بهذه الاجهزه والتقنيات العاليه جدا، على وعلى ذلك الخبره المتوفره بالعيادات، العياده ممكن انت واسرتك تزور هذه العياده، اذا انت عندك مشكله باسنانك ابنائك عنده مشكله تروح لهذا المكان، فقط مكان واحد تزوره وكل الاشياء مهيئه لك ولابنائك بنفس هذا المكان. الان قبل ان نختم معاكم، الناس اللي حابه تعرف مكانكم وين فيه، مقركم وشنو هو الجديد ايضا او القادم في هذه العيادات؟ وايضا فرع بالجابريه وفرع بالفنطاس. الفرع الجديد الحين بالفنطاس واللي هو اكبر هم بعد من فرع الجابريه، والشغلات اللي يعني كانت كنا حاسين ناقصتنا بالجابريه كلها عوضناها بالفرع الفنطاس. فعشان نعرف العنوان سهل على المشاهدين والمتابعين يعني على الويب سايت موجود العنوان بالضبط وين فيه، وارقام التليفونات تقدرون تستفسرون. شنو يسجل الويب سايت؟ دنتال لاونج www.dentallounge.com. يقدر يتم الحجز عن طريق الويب سايت. وعندنا على الانستغرام بعد حسابين، حساب الكيدز سمايل وحساب دنتال لاونج على الانستغرام، كله موجود. طيب. فيهم العنوان اللي ما عندهم هالسوالف وهالحكي يبي يعرف القطعه وين في؟ اي قطعه بالفنطاس انتم؟ القطعه ثلاثه على خط الفحيحيل. يعني واضح المكان يعني حتى بالاعلان واضح يعني. جميل. ما راح يضايقون ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. هل في اجهزه جديده او راح تستخدمونها ان شاء الله دكتوره نهى بالعياده؟ موجوده اجهزه عندنا وراح توضح كم جهاز. احنا تكلمنا عن الليزر، تكلمنا عن الميكروسكوب، تكلمنا عن جهاز اللي هو البنج الذكي. ايوه الابره الذكيه وانا سالت عنها نسيت. الابره الذكيه هذه الله يسلمك، هذه تقلل الخوف من عند اليهال، كانت فكرتها عند اليهال. ايه.
وهم اقترحوا علينا المرضى ليش ما نستخدمها حقنا؟ معنا بس يعني هي بنج من غير ما واحد يحس بالم الابره. يعني وايد تفرق يعني حتى بالشكل نفسيا اريح. اي لازم نتكلم بحلقه ثانيه عن الابره الذكيه هذه عشان الفوبيا عند بعض الناس اللي يخافون. نعم وش اسمه نوضح كل هالامور. طبعا كل الشكر لكم ضيوفنا على تواجدكم معنا، دكتوره نهى مصطفى طبيب جراحه وتجميل الاسنان، ايضا دكتور محمد دشتي طبيب اسنان والعائله والاطفال. شكرا لكم الاستضافه هذه. حياكم الله.